في شباب الوزداد. حكام المباراة تذكر من رواندا سامويل يوكوندا هو حكم مساعد، يساعده تياتون موتيامالا كحكم مساعد دول. أما الحكم المساعد الثاني فهو إريك موغالا. الرابع باسيونس فيديلي. ذلك الوقت وهو يرتدي اللواحي كحمايه. حتى الان التاكيدات الطبيه لم توضح او تؤكد ان كان بامكانه ان يتخلى عن اللواحي، ليس بعد، ولذلك هو يلعب باللواحي كما نشاهد. كره للدفاع الشباب في الوزداد، الباحث عن بدايه موفقه، الباحث عن ضرب شباك الاهلي في هذه الغيابات، في هذه الحالة الفنية. هناك خطأ يقول حكم المباراة، هو التدخل وتقديم الرجل والخطأ. صفرة الحكم الرواندي، كرة أهلوية في وسط الشحات، رجع مباشرة للدفاع. عبد المنعم خرج الكرة من هناك على الجهة اليمنى. إبراهيم ياسر، عبد المنعم، يلعب بخبرتي السنوات والأعوام فريق الأهلي المصري، يتحدى الغيابات، يتحدى هذه الظروف، ويعلم بأن شباب الوزداد كان حقق نتيجة إيجابية هناك في القاهرة بالتعادل بالأهداف بين الفريقين. زملاء عبد المنعم من جديد في الوسط، إلى الكرة أكرم توفيق. والتوقعات من اجل ان يربح ويفوز ويصعد للمركز الاول ويرفع من حظوظ التاهل الى الدور الرابع النهائي. كره لمعلول، شحات، امام، موديست، مرور ممتاز من حسين الشحات، تغطيه دفاعيه في الوسط من شباب الوزداد. وراس يحاول ولكن سامي الكره لاكرم توفيق الشباب بالوزداد بالعيادة الكرة الجانبية.
هي على مرمى الحالي الشمال. من هنا بدأت العملية وبالخير، والمرور الممتاز والمراوغة والتوخل والكرة العرضية المتابعة لم تكن في مستوى داخل منطقة العمليات، كانت من بالعيادة من باطن القدم ولكن بعيدة. أول كرة وأول تهديد من شباب الوجدان. الجو والظروف هي رائعة، تليق أن تكون ونشاهد مباراة كبيرة اليوم بين الفريقين. أريد أن يصحح الأهلي طبعا نتيجة الذهاب المتحصر كولر على نتيجة الذهاب بالتعادل بين الفريقين، ولكن اليوم في غيابات كثيرة. كرة أخرى لشباب الوجدان بالخير دائما، يحاول الصغير كرة إلى خارج أرضية الميدان، خرج الكرة أحمد هاني لمصلحة شباب الوجدان. ملعوبة ثنائية تبادل إلى بالتماس بلمسة أحمد هاني، هذا براس اللاعب الشاب، وإلى بالتماس لمصلحة الأهلي. شيء من الحماس لو سمحتم. أحمد هاني خرج الكرة ولم يتماس لشباب الوجدان. بن حداد في الوسط، بالخير المرور والتوزيع العرضية، يستفيد من ركلي، يحاول في كل مرة سلامات. ورقة أساسية في تشكيلة كولر، الذي يبحث عن نتيجة اليوم على الأقل، لا يريد أن يخسر على الأقل، وما بأن نقطة. ولكن شباب الوجدان اليوم فرصة، تذكر بأن الأهلي أيضا لم يلعب أي مباراة منذ 28 جون في تاريخ نهائي كأس السوبر المصري أمام فيوتشر. كانت هناك مباريات دولية المنتخب المصري في نهائيات كأس أمم إفريقيا كفريق، طبعا بعض اللاعبين الدوليين شاركوا والبعض الآخر غائب. باكيتا هي فرصة شباب الوجدان اليوم، هكذا صرح وقال. ركنية لشباب الوجدان، يتدخل حكم المباراة. الهدوء عبد المنعم، والا فان علامه الجزاء موجوده. انحدر كما يشير الى ذلك حكم المباراه. ملعوبه داخل منطقه العمليات، تدخل من الدفاع موديست لخرج الكره، مساعده الدفاع من موديست الفرنسي. بوراس بالراس من حداد، الدفاع يخرج ويغطي من جديد لشباب الوجدان. بالغيت خير نتيجة مباشرة، تغطية ممتازة بالرأس، بلال يخرج، طار مقطوع الكرة، محاولة براس بالخير، الآن يحاول بالخير أمام ثلاث لاعبين، يرجع مباشرة يمر لسلمي.
السماعة تغير الاتجاه على جهة اليمنى، وبا في أول كرة